الرحمن الرحيم. اول حاجة انا امير الشعب السوداني. اول احنا اول حاجة ما جايين لقوات مسلحة ولا جايين للراكين. قوات المسلحة اعتدت علينا والحمد لله الان احنا متوفين في مطار موري بكامله. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. في يدنا. الله اكبر. كل القوة قدامنا. الله اكبر. الله اكبر. في الان هو مواجهنا في المحتلين المصريين القوات المسلحه العميله الان هزمت في الميدان لانها اعراب نزغه شلاليه بتاعت غلات بتاعت مناطق معينه الان مسيطرين على السلطه والحمد لله لكم بتوفيق الله الان توفقنا وسقطنا المطار والحمد لله الان الله اكبر.